أنا أدعو جميع الشباب لرؤية فيلم جميل بعنوان Dead Poet Society، جمعية الشعراء الموتى. هذا الفيلم في نهاية الثمانينات تقريبا، أنا شاهدته مرتين عندما كنت في أمريكا في ذلك الوقت، ثم عندما عدت من أمريكا. شاهدته مرتين؟ نعم. وما زلت أعود إلى بعض الملحوظات التي كتبتها عنه، لأنه مهم جدا. كتاب في فيلم؟ كتاب في فيلم جميل جدا. ويليام روبنز هو الممثل أو البطل في هذا الفيلم، يأمر تلاميذه أن يفتحوا الكتاب على الصفحة الفلانية في المقدمة، ويأمر طالبا بقراءة المقدمة، جزء من المقدمة. في المقدمة يقول هذا الكاتب: من أجل فهم الشعر علينا أن نفهم الوزن والقافية والمجاز. فيعلق الدكتور هذا، يقول: أسمعتم ما يقول أو قرأتم ما يقوله صاحب الكتاب؟ إنه يحول مشاعركم إلى معادلات رياضية. مزقوا هذه الورقة، مزقوا المقدمة كلها. أعتقد بالنسبة للشعر أهم مشهد سينمائي في العصر العشرين كان لحظة تمزيق هذه المقدمة.